أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تستنتج فضل أداء الحج، ويقوم الطلاب بعرض ما أعده أمام زملائه مراعيا معايير التقييم. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سأقوم بعمل مشروع عن الحج ومناسكه وعن فضله وفوائده، وقد شرع الإسلام منذ أن خلق على سطح الأرض العديد من الفروض على المسلم. من أهم هذه الفرائض الحج، حيث يعتبر الحج من أركان الإسلام الخمسة والتي لا يصح الإسلام المسلم من دونها. فما هو الحج وما هي أبرز الأعمال التي يجب على القيام بها في الحج؟ الحج هو التوجه إلى مكة المكرمة لأداء أعمال محددة حددها الإسلام في المكان والزمان المحددين، وجعل الإسلام الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة. ويشترط في الحج أن يكون الإنسان قادرا من الناحية المادية والجسمية، بحيث يكون الشخص قادرا على تحمل مشاق السفر وأداء المناسك، أي أن يكون الشخص صحيح الجسد وأن يكون هناك محرم مع المرأة، أي أن لا تسافر وحدها. وكذلك يجب توفر شرط الأمن والأمان في طريق الحاج، وتوفر القدرة المادية، لأن الحاج بحاجة إلى تكاليف السفر والإقامة، ومن أبرز مناسك الحاج الإحرام. فضل الحج وثوابه، تبرز أهمية الحج في كونها مؤتمرا ضخما يجمع المسلمين من شتى بقاع الأرض، ويساعد الحج في تعزيز روح الصبر وتحمل المشاق في نفس المؤمن، لأن الحج يحتاج مجهودا بدنيا كبيرا، ويعود الحج المؤمن على البذل والعطاء وغرس قيمة الكرم لدى المؤمن. كما يكرس الحج مبدأ المساواة بين الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم، لأن الحج يجمع الناس من كافة الجنسيات والعروق، ويساعد الحج المسلم في مغفرة الذنوب والخطايا، وهو فرصة للتوجه عن الذنوب. يعود الحج المسلم على الالتزام بالوقت، هذا من فوائد ومقاصد أخرى للحج، ولأن الحج يحتاج أن تؤدي مناسكه في أوقات محددة وبطريقة منتظمة، وهذا إلى جانب الترويح عن النفس، وذلك لأن الحج يسافر ويعبر الكثير من المناطق أثناء ذهابه لموسم الحج. أيضا يتيح للحاج التعرف على البلدان وثقافات مختلفة عن الثقافات التي يعرفها، كما ويعيد موسم الحج إلى ذهن الحاج ذكريات عديدة متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لأن مكة المكرمة مكان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وبذرة النواة لظهور الإسلام. ويربي موسم الحج الحاج على حسن التعامل والأخلاق، لأن الحاج لا يجدر به التلفظ بالألفاظ البذيئة والأخلاق السيئة أثناء أدائه مناسك الحج. بعد الانتهاء من الموضوع عزيزي الطالب، عليك أن تقوم بعرض المشاريع أمام زملائك. مدة العرض تكون 10 دقائق. أيضا فقد يكون عرض تقديمي خاصة لهذا النوع من العرض معرفة ما يجب تركه فيه، يعد مهارة مثل معرفة ما يجب إدخاله. لذا عليك اتباع عزيزي الطالب المقدمة. ابدأ عرض التقديمي مع سؤال أو حقيقة أو قصة سريعة يتم نقلها في مدة أقصاها دقيقتان. أيضا في العرض سيكون إدخال التفاصيل الجوهرية لحديثك من خلال 3 شرائح، يكافح الطلاب لأخذ أكثر من 3 أفكار لديهم. لذا فإن المباعدة بينها على مدار 6 إلى 7 دقائق يمكن أن يكون فعالا للغاية. أيضا قيام بإنهاء كل شيء بجمع سريع للنقاط الرئيسية الثلاثة الخاصة بك، يجب أن تكون قادر على قيام ذلك في دقيقة. ويحتوي تنسيق مثال العرض التقديمي في هذا 10 دقائق على 5 شرائح متحفظة إلى حد ما. أيضا عزيز الطالب، كتابة هذا الوصف لمشروعك سيكون والوثائق التي تم استخدامها من لديك فكرة رائعة من النت، من اللابتوب، من الشبكة العنكبوتية. إذا أصبح لديك فكرة رائعة ترى جدواها وأنها ستحقق النجاح حينما تخرج إلى وتعرض أمام زملائك، بحاجة إلى التعبير عن هذه الفكرة باحترافية. عليك أن تقوم بوصف المشروع التي تشرح المسار الذي يصير عليه المشروع لفترة زمنية معينة، ومتطلبات المشروع ووصف المشروع يوضح الأهداف الخاصة بهذا المشروع، وهي يوجد المفاهيم والمصطلحات التي تعبر عنها مثل المقترح، المشروع، الملخص، التفصيل، لماذا يجب علي اهتمام بوصف المشروع، حتى تتمكن من معرفة المسار الذي ستسلكه أنت وأفراد مجموعتك، وكيف سيتم تنفيذ مهام العمل في المشروع. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.